بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا مضاعفة المقادير، إذا كان الشعر طويل نأخذ ملعقة طعام كبيرة من اللافندر، ملعقة طعام كبيرة، ونضع عليها مباشرة كوب من الماء المغلي. الماء يكون مغلي، ونتركها تنقع لمدة ليلة كاملة. إذا كنت مستعجلة على عمل هذه الوصفة، يمكنك وضعها على نار هادئة جدا لمدة 10 دقائق، وبعدها نقوم باستخدامها، قلت، كآخر شطفة على الشعر، وذلك بوضعها في بخاخ للشعر واستخدامها من 2 إلى 3 مرات في الأسبوع. هي آمنة الاستخدام للحوامل والمرضعات، وكذلك يمكن استخدامها للأطفال الصغار من عمر 2 سنة فما فوق، آمنة وليست لها أي أعراض جانبية. كذلك الرجال يمكنهم استخدام هذه الوصفة وبكل أمان. هذه الوصفة لها فوائد كثيرة للشعر. تعالج الشعر الضعيف والمتساقط، حيث أن عشبة الخزامى تساعد الشعر الضعيف والمتساقط، كونها تعمل على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، حيث أن تساقط الشعر وضعفه ينتج عن بعض المشاكل النفسية أو مشاكل عضوية أو سوء التغذية. كذلك هي تمنح رائحة جميلة، طبعا منبعثة منها جميلة جدا، تحسسنا بالراحة وتؤثر بشكل إيجابي على حالتنا المزاجية وبالتالي صحة شعرنا. كذلك هذه الوصفة ترطب فروة الرأس، حيث يعمل الخزامى أو اللافندر على التخلص من الفطريات الموجودة في فروة الرأس، والتي تتسبب في وجود القشرة والمسببة للحكة المزعجة، ترطب فروة الرأس وتخلصها من الحكة. كذلك هذه الوصفة، كذلك إذا استخدمنا معها الزيت الذي سأعطيه آخر الفيديو بحول الله، تعالج مرض الثعلبة. فمرض الثعلبة من الأمراض الخطيرة التي تصيب الشعر، وينتج عن الإصابة بفقدان الشعر في مناطق من الرأس. ومن الفوائد الهامة لهذه الوصفة علاج مرض الثعلبة للنساء والرجال والأطفال كذلك. يعمل على تحفيز بصيلات الشعر وإنتاج وإنبات بصيلات جديدة. كذلك هذه الوصفة تساعد في رجوع الشعر مرة أخرى في المناطق الفارغة من الشعر، إنبات الفراغات خاصة كذلك في مقدمة الرأس، وكذلك علاج الصلع عند الرجال. كذلك هذه الوصفة رائعة في علاج مشاكل حساسية فروة الرأس. فقد تصاب فروة الرأس ببعض المشاكل، مثلا حكة، ظهور طفح جلدي واحمرار، والإصابة بالتقرحات. فتعمل هذه الوصفة العشبية من الخزامى والطبيعية 100% على التخلص من هذه المشاكل، وتعمل على تهدئة وتلطيف فروة الرأس. كذلك هذه الوصفة ممتازة لتطويل الشعر، لأن عشبة الخزامى تمنح التغذية الكافية للشعر، لأنها تحتوي على عناصر مفيدة تعمل على تقوية الشعر من الجذور إلى الأطراف، كما أنها تعطي شعرك لمعة وقوة كافية تجعله أكثر كثافة. ولكن للحصول على هذه النتائج يجب المداومة والاستمرار على استخدام هذه الوصفة. فحيث أن الخزامى يدخل في العديد من الوصفات المنزلية للشعر، للعناية عفوا بالشعر، ولها فوائد كثيرة لعلاج مشاكل شعرك. وطبعا هذه الوصفة توضع في بخاخ، وهي صالحة الاستخدام لمدة أسبوع كامل. يمكن حفظها في الثلاجة، ويمكن عمل كميات كبيرة من هذه الوصفة وحفظها في المجمد، صالحة لمدة 3 أشهر. ننتقل إلى عمل زيت الخزامى. نأخذ أي قارورة تكون داكنة اللون،
طبعا هنا نستخدم قارورة الأدوية، نقوم بغليها في الماء وتعقيمها ونستخدم وتجفيفها جيدا، ونستخدمها لحفظ الزيوت. ونأخذ ملعقة طعام كبيرة من اللافندر، العشبة تكون مجففة، نضعها في القارورة بهذا الشكل. ثم قلت ملعقة طعام كبيرة نضعها هنا، ونضيف عليها كوب من زيت ذرة أو زيت لوز حلو أو زيت أرغان أو زيت جليسيرين، فقط زيت الزيتون يزيل الرائحة الجميلة لللافندر. لا أفضل استخدامه في هذه الوصفة لأنه يطغى على رائحة اللافندر، ويوضع في قلت. إذا كان غير متوفر لديك هذا النوع من القارورات، يمكن عمله في برطمان، أي نوع برطمان زجاجي، وتغليفه بورق ألمنيوم إذا توفر، أو كيس أسود، وحفظه في مكان جاف. نقوم دائما برج القارورة جيدا بهذا الشكل، ونضعها قلت في مكان جاف لمدة أسبوع كامل. ولا حاجة لتصفية هذا الزيت، فقط نصفيه أثناء الاستخدام على الشعر. هو رائع جدا، له فوائد كثيرة، يخفف من الآلام والصداع النصفي، وبالإضافة لمساهمته في تنعيم الشعر وجعله أكثر قوة ولمعانا، بالإضافة إلى رائحته الجميلة، حيث يحتوي زيت الخزامى على العديد من الخواص المفيدة. طبعا هي تدعم صحة شعرك، تساعد في تعزيز نمو شعرك، وكذلك زيت الخزامى يحتوي على مضادات الميكروبات وعلى خواص مضادة للميكروبات، والتي بدورها تساعد على منع نمو الفطريات على فروة رأسك، والتي بدورها كذلك تساعد على نمو الشعر. وكذلك هنا زيت الخزامى يستخدم كعلاج منزلي للالتهابات الجلدية والحروق وجفاف فروة الرأس. يمكننا استخدام هذه الوصفة بتدليك فروة الرأس لربع ساعة أو نصف ساعة قبل الاستحمام، واستخدام كآخر شطفة التونر. سوف تلاحظين الفرق في فروة رأسك وطبيعة الشعر من أول استخدام لهذه الوصفة. زيت الخزامى صلاحيته تدوم لمدة 6 أشهر. إذا تابعت الخطوات وقمت بحفظه في مكان جاف، وكذلك الزيت صالح للحوامل والمرضعات والأطفال الصغار من عمر 2 سنين فما فوق، وحتى الرجال يمكنهم استخدامه وبكل أمان. كما يمكنك كذلك إضافة ملعقة طعام كبيرة من زيت الخزامى هذا الطبيعي المصفى في الشامبو الخاص بك أو حتى البلسم، فهو رائع. وكذلك زيت الخزامى له فوائد كثيرة جدا. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.